السلام عليكم خوتي، صباحكم مبروك. مرحبا بكم معايا في هذا الفيديو. جيتكم اليوم بهذا الفيديو جديد. هذا الفيديو هذا بغيت نشاركو معكم ديال هاد المنطقه ديال الوالديه، بخصوص هاد البلاصه اللي معروفه كيقولوا لها لابتيت، يعني اللي جا راه كيجي لها معروفه البلاصه لابتيت، كاين من لي لا غروند. حيت ديجا هضرت على هاد المنطقه هذا هاد المنطقه هادي عفوا، وهاد البلاصه هادي هي هاواي. هي كما كتشوفوا هاد المنطقه كلها فيها العلاوات، يعني فعلا يعني اللي بغيت تصور وهذا راه طلع ما يتشاف من الفوق. ودابا غادي نضرب واحد الطلعه الفوق، غادي نطل الفوق وندير واحد التصوير فوق، يعني فوق هذا الجبل هذا. ومن بعد غادي نهود ان شاء الله، غادي نتبحر هنايا. كما كتشوفوا البحر اليوم راه صابح شويه، يعني كاينين الناس، يعني صابح البحر عامر. ودابا الماء يلاه كيدخل، وان شاء الله غادي يكون فيديو زوين. بقاو معنا حتى تكملوا خويا. كما شفتوا خوتي معايا طلعت فوق باش نوريكم كلشي. انا غنزومي لكم كاع البلايص اللي كاينين هنايا. كما معروفه هاد البلاصه هادي لا بتيجا، يعني راه معروفه هي كتبان. وكي وحده المريسه اللي يعني اللي معروفه حتى هي المرسى، كيقولوا لها مريسه. كاين لا غروند من هي، وهذه هي هاواي. هذه اللي طلعت لنا دابا هي هاواي، يعني ملي كطلع لهاواي راه كيبان لك كلشي. هاواي هي حتى جات هي اللي مهزوزه، هي اللي عاليه، كيبان لك كلشي. جاوز هي هادي، ها هي معروفة، يعني كتقاطع لها الناس بفلوكة. وبلاصة ديال العوين اللي فات درت لكم فيديو عليها، فين كي التربية ديال المحار. راه مشيت وما لقيتش المحار تما، ما عرفت كيفاش، يعني واش الموسم ديالو ما كاينش، والله ما عرفت شنو. وكاين واحد اوطيل سلطانة من اللي راه توا كتبينت لكم في واحد الفيديو. المهم خوتي بقاو معنا تكملوا الفيديو. كتشوفوا خوتي الاجواء من الفوق راه كتبان واعرة. ونسيت ما قلتش لكم، يعني اختار محمد الخامس التاريخي اللي معروف، يعني اللي عنده واحد التاريخ خسر. راه هو يعني اللي كان معروف هنايا في واحد الوقت. يعني اي واحد كتبغي تنعت ليك وتقول لي حدا القصر، ديما القصر كيتجبد في البحر، يعني معروف. اما الفليك هادو كيقطعوا الناس كما شفتوا، يعني اللي بغى يقطع راه كيقطع، يعني ديري لي الثمن، ثمن كيبان لي ثمن مناسب، يعني على حسب. بغيتي تضرب دوره، بغيتي تقطع تبقى في جاوز تيجيو عندك. وكاين سيدي داوود حتى هو، سيدي داوود حتى هو من ورا جاوز ليه، ماشي لي مره واحده في الصخر. وبغيت ندير لكم فيديو فيه سيدي داوود، ولكن ما يعني الوقت ما بقاش ليا، يعني راه كاين طلع ما يتصور. ان شاء الله مره اخرى ان شاء الله غنمشي لسيدي داوود حتى هو، خاصك تقطع لي بفلوكه. وغادي نشوفوا حتى هو داك المنطقه ديال سيدي داوود، هي منطقه اخرى وعاد منظر اخر. من تما مشات حتى سيد عباد وجمعة الغالم، يعني كل هاد المناطق هادي راه زوينه، يعني الى مثلا لا ضيعتي فيها الوقت راه تستاهل. المهم اخوتي راه بغيت نشارك معكم هاد الاجواء. هادي الاجواء زعما كاين هنايا، راه ما كتملش من هاد الاجواء، يعني اجواء رائعه بزاف زوينه. واحد يعني واحد المنظر فيها واعر. ما عرفتش واحد الرئاسه هنايا. ترى عرفتي راه كاين شي مغارات هنايا واعرين صراحه. شوف هاد المغاره كي دايره، عرفتي راه كيطلع منها واحد البرد بارد، ملي كضرب الموجه لهي كتطلع البرد بارد البرد، والله الا واعره. عرفتي راه كاين شي فات مني ولحت واحد الفيديو على هاد المغارات هادو، يعني مغارات راه كاينين متنوعه، يعني كل فيها اشكال، كل مغاره والمنظر ديالها. كما
كتشوف هاد المنطقة هنايا فيها واي زوينة بزاف، هي زوينة غير بالنسبة للمنظر، ما بالنسبة لعمان راه ما كنصحش بهاد المناطق هادي، يعني راه صعيبة وما محروساش. إلا عام بنادم هنايا وطاح راه ما غايشوفو حتى شي واحد، يعني الإنسان غير يتصور فيها ولا يدير فيها فيديو ويدور في حالاتو من الأحسن. الله سعدي فيكم في الرياسة، يعني عاديني في براكة وطون ديالهم، يعني كي باتوا هنا الرياسة هذه المنطقة ديالهم وبلاد الحوت هذه راه معروف، يعني من المتصيد هنا ما كيبقاش بلاد ضروري في شد شي حاجة. شوف اخوتي على المنظر هنا، منظر واعر بزاف صراحة، هي راه تلاح من هنايا راه حلوة كتبان تلاحية كبير على جو واعر، راه كل بلاصه هو عندها المنظر ديالها الصراحه. ماشي تسمعوا ديال التحيات، يعني راه ماشي ديال التحيات، راه صعيبه يعني كيعوموا الدراري هنا، ولكن تلاح من هنا شويه يعني صعيبه ريس، يعني البحر يلاه كيدخل ما تعرفش، ما عارفش واش كاين هنا، واش كاين حجار ولا اش كاين، الانسان ما يجيش يزعم في البحر الله يسهل. المهم انا غنشارك معكم الدوره ديال الهواي كامل. منظر واعر يعني في الدخلة هذه، الدخلة ديال لابتيت، يعني كيدخلوا من على الفليك راه هي هذه، لكن ماشي ديال الصيدة، غير الفليك ديال يعني ديال اللي كيدور بالناس حتى في الطعام. المهم اخوتي كما قلت لكم درت لكم التعريف على البلاصة، يعني كاع المناطق راه يعني سميتهم لكم في الفيديو. المهم غادي نعود دابا نضرب شي هومة، المهم عودونا ان شاء الله مع فيديو جاي ان شاء الله اخوتي. شكرا بزاف على المشاهده، شكرا لكم على الكومونتير وجيم وديروا اشتراك للقناه.